على الرغم من اتفاق المجتمع العربي بأن المرأة نصف المجتمع، إلا أنها تدفع نحو هوامش العمل السياسي أو تتحول إلى رمز شكلي في مؤسساتها. تحديات مختلفة طرحتها ناشطات وباحثات وإعلاميات في المؤتمر السنوي النسائي الإعلامي من مركز إعلام في مدينة الناصرة بهدف تدعيم مشاركة المرأة السياسية والرفع من مكانتها الإعلامية. أجل مشروع عشان يقوي النساء يدعمهم في هاي المجال، كمان يعطيهن آليات. الآليات بتبدأ كيف يحاولوا الإعلام، يحكموا من الإعلام، يتوجهوا للإعلام، كمان إدارة أزمات اللي نلاحظها بالفترة الأخيرة بشكل كبير، خاصة على صفحات التواصل الاجتماعي لما بيكون في أزمة معينة تجاه النساء بخليهن يتراجعوا ويبطلوا، سواء بالعمل السياسي أو العمل الاجتماعي أو أي قيادة. لا تزال الصورة الإعلامية للمرأة الفلسطينية مقيدة بأدوار جندرية تمحو تواجدها كمشاركة أساسية ومتساوية في القيمة المجتمعية السياسية وتشكك بقدراتها المهنية، عدا عن التفاوت بين نسبة التمثيل النسائي المحصور في المجالات الاجتماعية والثقافية وعدد النساء بالمجتمع العربي. عادة في البلدات العربية يأخذ في عين الاعتبار المرشح إذا كان لأي طائفة بده يدخل أكثر عدد أصوات أو لأي حزب، مع الأسف الشديد. فكنت بحب في محلات معينة فعلا نحط على السبب اللي بيوجعنا عشان نقدر كيف نتخطى الوجع وكيف نحسن. غياب النساء في المجمل عن مواقع اتخاذ القرار في السلطة المحلية يؤدي أيضا إلى غياب الأجندة النسائية، ويمس طبعا في مكانة المرأة وفي إعلاء صوتهن والقضايا التي تخصهن بشكل خاص، خلافا للقضايا العامة التي تعاني منها بلداتنا العربية. عقبات وضعت أمام المرأة العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص على مدار التاريخ، أيقظت الحاجة للنهوض بالتغيير في الخطاب الإعلامي السياسي، وشددت على إلزامية اتخاذ موقف نسائي بعيدا عن الحيادية المزيفة.